وعندي أخو محبوس، أخويا شقيقي، والعمي محبسه ظلما وعدوانا، يا غير ما كنا متهمين حد. شاكن رواية على بابهن، ولا شي بسيط بين رواية جات أساقة بين عليات، وجاو تباركم شاو بينا شور بليدة أدرت ميتكي منا، وقالوا لنا كذا دكتور قاعد بحاسي وشي من ما خالق منه شو سوى شنو نعرفه احنا انه ما خالق منه يعرف بهم اللي هم تمينا بعد ما اتهمنا احد شاكين روايه لا بسيطه الى ان نحبس اولادنا اللي له 4 أشهر بحبس ظلما وعدوانا، والناس قالوا عنهم خالق واحد مر 2019 يوم 13/2019 انجبار بحاسي، انقالوا الحاسي الاحمر 45 كيلو من طينطان شرقه، وجاءوا للطينطان اهله هذا اللي كان في قدر مرقاش، وقالوا ان هذا ولدهم وراجعهم بلادهم، ذاك ما تكلموا لا قالوا شو شنو. بعد سنه تامه تمينا لين جاونا وقالوا عدلوا اساقا بين عليات، وقالوا عليات كذا خاطفين هذا الطفل اللي نزلوا في الطينطان خاطفين وحدين، ومشاو بشور الطينطان شور حاسي الطينطان وزرقوا، هذا ما هو معقول يا غير احنا قاع مالنا، قالوا انه شاكن الدوله اللي تقد ذا النوع صح عقولها والله تعدلوا، المهم ان حاكمتنا وان 4 أشهر محكمه ظلما وعدوانا، يا غير بعد ما انا متكلمين واثقين في القضاء واثقين في الدوله، ولا انا متكلمين مع حد شاكين الروايه لا بسيطه، لا كل اسبوع نتوقعوا اننا توفى عن القضيه قاع وحقق فيها، غير تمت القضيه لا تعقد وتم السياسيين الصح حق لا يعقدوا فيها ويجيبوها ويجيبوا منها كل والقضاه واحدين منهم غشان ما يعرفوا واحدين يتكلموا لهم واتصلوا بهم شيء، انا ما الحقيقه ما كنا بعد شاكين قاع روايات الحق الدرج، وارك رانا مطالبين الدوله فإن تطرس أن أولادنا وتعرفون أنه ظلم وشور ولاه وستحق حق خارج منه شس وشنه، الناس مات ولدهم يوم 13/11/2019 وجاءوا ولحاسي الطينطان ورجعوا من الطينطان مقتنعين الصورة وصورتهم وتماشين، ما قالوا هذا ولدنا، ما قالوا هذا، ما كاتلوا حد، ما قالوا شس وشنه. بعد سنة تامة يرجعوا وتجيب مرة وتجيب أساقة وتقول لها قاتل فلانة وفلانة، وش من حكم على أمور رجال هذا قاعد ما يصح. ضارك على كل حال إحنا مطالبين بنطرس أولادنا، ولأن والمحاضر الطينطان المحضر النادم اللي مات ما يجبر له أثر قاعد، لا الوكيل ولا رئيس الوالي ولا الشيء أسود ولا الحاكم ولا الشيء دي الله يجبر عنده، ما يجبر عنده أثر النادم اللي مات. ذيك الرواية نعرفونا فهم معدلت يقول قاع ما قدرنا فيها شيء، القضية فهم انهم هم من يتباركوا عدلوا، هذا معناه انهم دبروا الملفات كاملين وسحبوهم وزرقوهم على كل الارض، ولا اجبر لهم الشظهر اسوى شنو عند جندرموري ولا شيء اللي ما هو طبيب، الطبيب انجبر عنده محضر اللي مشى معاهم وحده ونجبرنا شيء من اثر شوي عنده. وضارك على كل حال ما كنا قاع شاكين للحد، ولكن شاكين لفوت الشرقاء ولا شهرين وما ذاك عدوا تكلمنا